بسم الله. دلوقتي وانا شغال على برنامج الانفرا ورك 660، ممكن احتاج ان انا اعرف مسافة بين نقطتين، او ان انا اعرف مساحة حاجة معينة، او طول مسار. ففي طرق كتيرة بيوفرها لي برنامج الانفرا وركس، من هنا بيلد اند مانج انالايز يور موديل. هلاقي بعض الاختيارات زي بوينت تو بوينت، اقول مثلا عايز اعرف من النقطة دي للنقطة دي قد ايه، جاب لي 167، أقول له مثلا من النقطة دي للنقطة دي 107، طب من النقطة دي للنقطة دي، فبدأ يجيب لي المقاسات. طيب أنا عايز أعرف مسار كامل، فأقول له الجود مثلا من النقطة ديت لهنا 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 لهنا، وآخر حاجة أروح دايس مرتين، هيروح جايب لي التوتال، وكل واحد فيهم برضو مكتوب المقاس بتاعها. تمام. وعندي حاجة اسمها رينج فيندر، ده برضو بيجيب لي معلومات عن أي نقطة في الخريطة زي ما احنا شايفين. عندي حاجة برضو اسمها ترين، ده عبارة عن إن أنا مثلا عندي منطقة عايز أعرف المساحة بتاعتها قد إيه، ببدأ أختار الحدود بتاعتها، فهو بيبدأ يجيب لي بقى الـ area، 2D area، 3D area، الـ volume cut، الفوليوم فيل، الفوليوم نت، ده لو في طلوع او نزول، او في حفر حصل، او في نتيجة للطرق مثلا اضطريت ان انا احط شوية رملة من بره، فهو بيبدأ يحسبها لي. والتوتال لينس دي